إذا صحت توقعاتها بتكون هي الحدث، وإذا ما صحت توقعاتها كمان بتكون هي الحدث. هلأ رح نشوفه بعد شوي اللي عنده كلمة لو يقولها. بحياتك تعلمت كتير دروس، يمكن إذا قلت الناس مش ما حتصدق أنا شو عم بقول. تقولي أنا لو مش كرمال فهد وزينة أنا كنت بكتب قصة حياتي، لأنه ما بعرف شو بيصير فيهم. ما خبرتيهم؟ لا. توقعات الدسمة يلفها الحزن والسواد، هيدي الدنيا. العين بالعين مع طوني خليفة، الخميس 9:30 المساء على الجديد.